باب الخيمة والحسين أمامه ما يتفارقون دول الاثنين. فأطرق برأسه خجلا من الحسين أن هذا الخبيث ينتسب له، استحى من سيد الشهداء فدنق راسه. صاح مرة ثانية ثالثة، العباس ما يجاوب. الحسين التفت للعباس قال: أبا الفضل أجيبوه وإن كان فاسقا، جاوب أشوف أش يريد. قال له: سيدي أبا عبد الله تأذلي بس أكلمه يوشي ثاني. قال له: بس تكلمه، إحنا لا نبدأهم بقتال، هم يبدون بقتال، بس كلمة شوف أش يريد. إجا قمر العشيرة راكبا جواده وأخوته خلفه، لم يسلم على ابن ذي الجوشن، والتفت إليه قائلا: ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟ ما حتى اسمه ما جاب احتقارا إليه، ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال له: يا ابن أختي يا أبا الفضل، أنا خاف عليك، إحنا 70,000 70، وأنا خاف عليك، وحاشيت عليك عمر بن سعد، وعمر بن سعد أطاك كذا وكذا بالجيش، إذا تجي ويانا تجيب أخوتك. العباس بحاله لما يغضب أكو عرق ينبط بجبهته، يطلع أكو عرق يطلع بجبهته معروف، فنبط العرق الهاشمي، يعبرون عنه العرق الهاشمي، في جبهة أبي الفضل، طلع بقصته وقال له: ويلي عليك يا ابن ذي الجوشن، أتؤمنني وابن رسول الله؟ لا أمان حسين، ما إلى أمان ولا أمان، بنات رسول الله بلا أمان وأنا إلي أمان؟ بعدين قال له: لو كان عندي إذن من إمام الحسين ما ترجع وراسك على جسمك، ترجع سيدك عمر بن سعد بلا راس، ولكن إذن من إمامي ما عندي. تنقى لو ردت نقوى، شمر يقول له: رياسة سلطنتي جان، خير نفسك اشتهوى، قال لهم ملوكية الدنيا تروح لاسم عضيدة للفدوى، قال لهم ملوكية الدنيا تروح لاسم عضيدة للفدوى، أنا الدنيا دون حسين عندي كل شي ما تسوى. يا نفس من بعد الحسين هوني بعد، يا يابت نقلوا ردت نقوى، يا رياسة سلطنتي جاءن، خير نفسك اشتهوى، قال لهم ملوكية الدنيا تروح لاسم عضيدة للفدوى، ولك شمران الدنيا دون حسين عندي كل شي ما تسوى. هنا شنو صار؟ زينب وصل الخبر أن شمر دز على العباس، دزت على الحسين، قالت له: أبا عبد الله؟ قال: نعم. قالت له: سمعت هذا الخبيث داز على أخويا وأخوتي؟ قال: نعم. قالت له: شنو صار؟ قالها: أنا قلت له روح للعباس. قالت له: شلون قلت له روح؟ هذا خاف مسوي كمين للعباس، يريد يغدر بي أخويا، ترى هذا الجيش كله مبتعد عنه خوفا من قمر العشيرة، شلون خليته يروح؟ قالت: تخافين على العباس؟ شمر يغدر بالعباس، والعباس بهالسهولة هذه ينطي روحه، لا تخافين عليه يرجع إن شاء الله. قالت له: أبا عبد الله؟ قال: نعم. قالت له: ترى قلبي قام يوجعني، أطلب منك طلب، وأنت إمامي وأنا أتمر بأمرك، بس طلب من أختك زينب. قالها: قولي. قالت له: القيلك نظرة علي شوية، شو تأخر، خايفة أنا. قالها: ما يخالف ولا يهمك، أهم شيء لا تأذين، أنا رايح أشوف. طلع الحسين يتمشى، شاف العباس راجع هو وأخوته، فاستقبل الحسين، قال له: سيدي أبا عبد الله، ليش أذيت نفسك وإجيت؟ أنا جاي بخدمتك أشرح لك. قال له: والله يا أبا الفضل، زينب أنا كنت منتظرك، بس زينب خايفة دزت، وخل نرجع أنا وياك خشوفك ترتاح. اجى الحسين والعباس، زينب تباوع من باب الخيمة، شافت الحسين والعباس يتمشون ويسولفون هم ويمشون، صاحت: ألف مرحبا بذال المجبلي، يا يوم المجبلين عباس هذا وذاك الحسين، يا يابا الحسين الحسين الحسين، يحامون عن خدر النساء.
هذا يوم يا عيوني الحسين رجع هو والعباس، وأكو موقف آخر الحسين رجع وحده. والله رجع وحده الحسين، والله كتب التاريخ تقول، مو أردب تشيك لا والله، تقول رجع الحسين يكفكف دموعه بكمه، الكم يعني هذا طرف الثوب، يمسح دموعه بردانه يعني، حتى زينب لا تشوف دموعه هالشكل هذا. ورجع محدودب الظهر ويتكئ على سيفه. أنا كل سنة بيوم العباس والمؤمنون ليلة السابع كلهم يتابعون مجلسي، يدرون ليلة السابع أنا عندي ليلة خاصة، كل سنة أقول هاي الحكاية بليلة السابع، أقول أكو كلمة بمصرع العباس يذكرها المؤرخون، والله لو كنا نعرف الكلام ونفهم الكلام ونفقه الكلام والله نكتفي بها عن مصرع العباس، أقسم بالله. وأنا طبيعتي ما أحب أقسم على المنبر، ولكن بصدق أقول لك لو كنت أنا أفقه الكلام وأعرف معناه بس هاي أقولها وأنزل. والمؤمنون يبكون لساعة كاملة. تقول كتب التاريخ لما قتل العباس، لما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين. لو كنا نعرف الكلام ليلة العباس بس هاي نحكيها ونك. لما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين. فتوقع شنو صار؟ والأعظم من هذه رجع إلى الخيام وهو يقول واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل، واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. هنا أنا أقول لكم حكاية، الحسين هو يحب بنياته، بنياته هو يحبنا. الحسين يوم العاشر قبل لا يروح يقاتل قال للزينب أكو حكاية بقلبي قبل لا أمشي كون أقول لك بيها، ما أريد تبقى بقلبي وأقتل. قالت له شنو أبا عبد الله؟ قالها النسوان كلها ودعتني إلا سكينة، وأنا هاي باقية بقلبي ليش ما ودعتني؟ قالت له لا طاقة لها على وداعك، ضمت روحها ما تريد ودعك. قالها بس أنا ما أقدر أقاتل إلا ودعها وأقبلها وأشمها، بنتي هاي سكينة هاي. قالت له تعالوا يا أبا عبد الله خليك تودعها. جابها الحسين، جي حب بنات الحسين، جابها ودخل من الخيمة، شافها قاعدة بزاوية تبكي. قاعدة بزاوية تبكي. أكمل يو تعبتوا مني أكمل شو؟ قالها سيطول بعدي يا سكينة فعلني منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك يا حسرتي ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبكينه يا خيرة النسوان. عادي ايش قلت له؟ قلت له قول لا تخفي علي هذه راحتك يا بعد جاي يا ابويا ان شاء الله رايحه اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر. الحسين انا ليش جبت هاي الحكايه باوعني؟ انا جبتها الحسين رجع من العباس، بس انا جبتها متعمد هاي. الحسين مع تفاعله ويا بنياته بهالشكل، لما رجع من العباس أول من استقبل سكينة طلعت من الخيمة شافت أبوها يمنع دموعه ويتكئ على سيفه ما يقدر يمشي بلا سيفه، يخلي سيفه على القاع ويمشي. قالت لأبويا حسين أين عمي العباس؟ ما جاوب. سكينة حاكي الحسين وما يجاوب، هاي مصايرة، هاي مصايرة. تلقيته تبكي سكينة تقل عمي العباس ما جاوب.
بحيث سكينة عجبت. رجعت لعمتها زينب قالت لها عمة أبويا وضعه مو طبيعي. ليش؟ قالت لها أحاتي ما يجاوبني، أبويا ما يجاوبني. شلون ما يجاوبني أبويا؟ زينب قالت لها انتظري خلي أنا حاجي. اجت زينب تقول له أشو جيتني وحدك يا حسين؟ ابن والدي حام الظعن وين؟ ما جاوبها، ما جاوب. زينب قالت له أبا عبد الله أختك أنا زينب، ما جاوب ولا باوع عنها ولا باوع السكينة ولا حاجاه. سوى راح الخيمة العباس فأسقط عمود الخيمة. يقل لها يا زينب راح أخونا، راح أخونا راح الجان بريحة أمونا، وبقيت وحيد يم الخدر دونه، وبعد عين من الخدر يصونه. بيت الدعاء رد من النهر والقامة محنية ينعى والسما تحن النواعية. يا عبايا يا عز يا أخويا قطعت بي، ما تنسد يا أخويا فيتك علي، قصد صيوان عباس وقشعفية وجل زينب وجمع كل علاوية، وقالهن نصبا العباس تعزية.